سؤال استفسار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. تكلم في الباب الذي قبله عن السحر وأحكام السحر، وقبل السحر سحر كفر وسحر فسوق. فيكمل رحمه الله، قال: بيان شيء من أنواع السحر، سوف يتكلم عن أنواع السحر. قال رحمه الله: قال أحمد، أي الإمام أحمد في مسنده، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تحت باب أنواع السحر. قلنا السحر كفر الذي هو استخدام الشياطين، وقلنا السحر فسوق اللي هو استخدام الأدوية والعقاقير والأعشاب. فهو يتكلم هنا عن أنواع السحر. قال: العيافة، قال صلى الله عليه وسلم: إن العيافة، ما هي العيافة؟ عرفها قال عوف: العيافة زجر الطير. كانوا إذا أرادوا سفر أو أرادوا زواج أو أرادوا أمر يعني مهم، إذا شافوا طير يزجرون هذا الطير، فإذا طار يمينا تفاءلوا وأقدموا على هذا الأمر، وإذا طار هذا الطير يسار تشاءموا وتراجعوا وتركوا هذا الأمر. هذه هي العيافة، وهي من التشاؤم، وهذا لا يجوز، وهذا حرام، لا يجوز التشاؤم، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، فما شاء يقع وما لم يشأ لم يقع. فلذلك التشاؤم هذا يعني يدخل في باب الشرك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والطرق. قالوا: الطرق هو أن يخط خيطا في الرمل، الرمل أو التراب، يخط خيط لكي يعلم أو يتعرف على المستقبل أو الغيب، فهذا منهي عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد جميع الأبواب إلى الشرك، فهذا كان يعمل أيام الجاهلية، أن يخطون الخط وهو يسمى الطرق، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال هذا من الجبت. ثم قال: والطيرة. الطيرة هي التشاؤم، والعيافة يذهب إلى الطير، أما الطيرة المقصود أن يتشاءم من أي شيء. بعض الناس يطلع من بيته يشوف له شيء، يشوف له حادث مثلا، قال: لا اليوم أنا أبو موفق اليوم، يرجع البيت، أو بيسافر يلغي السفرة، أو شاف له شيء، أو يعني يتشاءم من أمور معينة، هذا يسمى التشاؤم. أما العيافة هي في الطير فقط، فهذا التشاؤم قلنا لا يجوز، لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في هذا الكون سبحانه وتعالى. فالذي يتشاءم من كل شيء، من كلام، من حادث، هذا يعني ضيق على نفسه في هذه الدنيا، لا يقدر يروح مكان ولا يقدر يسافر. ليش؟ لأنه يتشاءم من جميع هذه الأمور. فقال صلى الله عليه وسلم: من الجبت. العيافة والطرق والتشاؤم هذا كله
من الجبت. والجبت عرفها قال هي رنة الشيطان، أي وحي الشيطان. الجبت هو وحي الشيطان. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس، وهذه شرطية، من اقتبس أي من تعلم علما، قال شعبة، وشعبة يعني جزء. اقتبس أي تعلم شعبة جزء من النجوم، أي من علم النجوم. طيب، هل علم النجوم الآن لما نقول أن هذا على حسب النجوم صلاة كذا ودخول رمضان أو القمر أو دخول كذا أو دخول سهيل أو هذه الأمور، هل تعتبر من هذا؟ لا، الذي يعتبر من السحر هو الاستدلال بالنجوم على حوادث تحدث للناس. إذا التقى نجم كذا بكذا مثلا بيصير كذا، بيصير زلزال، أو سوف يأتي مرض كذا، هذا هو المقصود به. أما هذا قضية أن نعلم متى نزرع متى كذا بسبب هذه النجوم، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب. لكن الاستدلال بالنجوم على أمور غيبية، هذا هو المنهي عنه. في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى، أصبح هذا في غزوة الحديبية، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، سبب هذا المطر الذي جاءنا هو بسبب سهيل مثلا، ومن يعني بنجم والباء السببية، قال: فإنه كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. الله عز وجل. لكن لما الآن أصحاب الأرصاد الجوية يقولون سوف احتمال المطر 70% أو 80%، هل هذا علم غيب؟ لا، هذا ليس علم غيب. هناك معطيات من النجوم أو معطيات من الرياح أو من أمور معينة بحساب معين يقدرون هذا الأمر بأنه سوف يكون هناك مطر أو سوف تكون هناك رياح، فهذا ليس من علم الغيب في شيء. فإذا علم التأثير أن النجوم تؤثر، هذا لا يجوز وهذا كفر. أما علم يسمى علم التيسير أو التسيير، يعني تسير الأمور الحياتية، قلنا من زراعة وغيرها، مثل الصيد، واحد بيروح يصيد والله في النجم كذا أو في موسم كذا يكثر كذا وهكذا، فإن هذا ليس من الشرك في شيء. قال: فقد اقتبس، من اقتبس شعبة من النجوم، قال: فقد اقتبس شعبة من السحر، إذن أخذ أو تعلم جزءا أو شيئا من السحر. ثم قال: زاد ما زاد، أي إذا زدت في هذا العلم زدت في السحر، وهكذا. قال: زاد من زاد. ومناسبة هذا الحديث لهذا الباب، قال: أنواع السحر، وذكر هذا الباب، فإن هذا النجوم أو تعلم النجوم أو أن يقول هذا بسبب النجوم، هذا نوع من أنواع السحر. ثم قال رحمه الله: وحديث قال: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. في هذا الحديث من عقد، هذا شرط،
العقد يعقد خيط أو قطعة قماش يعقدها وينفث فيها، ينفث فيها. قال الله سبحانه وتعالى: من شر النفاثات في العقد، يعقد وينفث، يعقد وينفث، هذا فعل الساحر. ينفث من أجل السحر، يعني هذا خاصة يستخدم في الصرف والعطف، صرف الإنسان عن إنسان أو عطف إنسان على إنسان، يعقد الخيط وينفث فيه لكي يسحر إنسان عشان يعطف على إنسان أو يصرف عن إنسان. قال: فقد سحر، أي استخدم السحر. قال: ومن سحر، أي من استخدم النفث في هذه العقد. قال: فقد أشرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق بشيء، يعني تعلق بقلبه على هذا الأمر، على هذا الرجل الصالح صاحب القبر أو على هذا السحر أو على الجن أو على أي شيء، قالوا: ولو تعلق على نفسه أو تعلق بنفسه. قارون ماذا قال؟ إنما أوتيته، أي نعم، يعني توكل على نفسه واعتقد بنفسه. فهذا الأصل أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، الأخذ بالأسباب يمنع التوكل؟ لا يمنع من التوكل، بالعكس، الأصل الإنسان أن يأخذ بالأسباب. جاء رجل أعرابي ووضع ناقته عند باب المسجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أعقلها ولا خليها وأتوكل؟ إيش قال له صلى الله عليه وسلم؟ أعقلها وتوكل على الله. فالاستخدام أو الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل إلا إذا أنت اعتمدت على هذا التوكل. قال: وكل إليه، إذا اعتمدت على هذه الأسباب الله عز وجل يوكلك إلى هذه الأسباب. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبيكم ما العظة؟ العظة قال: هي النميمة القالة من الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال: هل أنبيكم؟ ينبههم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا للاستفهام تشويقي يشوقهم: ما تبون تعرفون؟ فيقولون: نعم نريد أن نعلم. نعم. قال: هل أنبئكم ما العضة؟ العضة هي القطع، وهي التي تفرق بين المرء وزوجه، هذه هي العضة. ثم عرفها ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم العضة؟ قالوا: بلى. قال: النميمة، والنميمة تفرق بين المرء وزوجه كأنها سحر. النميمة كبيرة من الكبائر، السحر يفرق بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين المرء وزوجه. فقال: هي النميمة القالة بين الناس، أي القول والقيل والقول بين فلان وفلان، نقل كلام من هذا إلى هذا. ما سمعت قال فيك كذي كذي، ما سمعت قال فيك كذا وكذا. إذن أورد رحمه الله هذا الحديث أن النميمة تفعل فعل السحر. نعم، فلذلك هي كبيرة من الكبائر، فهي تفرق بين الناس. ثم يعني قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي بالنميمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والبيان أن الإنسان يبين ما يحتاج إليه، والبيان يعني قسم كل الناس يشتركون فيه. إذا أنا جائع أقول أنا جائع، هذا بيان. أنا مريض أقول أنا مريض، هذا بيان، وهذا بيان عند جميع الناس. لكن هناك بيان آخر، وهو القوة في الإفصاح والقوة في الإقناع،
هذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. فهذه الفصاحة والقدرة على البيان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان أي قوة البيان والفصاحة لسحرا. طيب، هل هذا الكلام على أن البيان القوي مذموم ولا ممدوح؟ لا ممدوح ولا مذموم، هو يقول الواقع صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان كأنه يعمل عمل السحر. هل هذا زين ولا أبو زين؟ ما قال صلى الله عليه وسلم، لكن قال هذا الواقع، الواقع أن هناك من البيان الذي يستطيع أن يقنعك بكل أي بأي شيء. فإذا نقول إذا كان هذا البيان القوي في رد الحق وإثبات الباطل فهذا بيان إيش؟ مذموم. وإذا كان هذا البيان القوي في إثبات الحق ورد الباطل فهو بيان ممدوح. نعم، هذا هو الأصل. لذلك بعض الناس يظن أنه إذا أوتي فصاحة فيحق له ما يأخذ، يعني يذهب إلى القاضي، السيارة هبلة، سيارة حق أبو عبد الله، لكن أنا رحت عند القاضي بقوة الحجة وبقوة البيان وبقوة الفصاحة حكم لي بالسيارة، هل معنات هذه السيارة أصبحت لي شرعا؟ ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم إنما أقطعه قطعة من النار. القاضي على حسب المعطيات، المعطيات اللي عندنا سيارة لك عطاك إياها، هذا لا تحل لك هذه السيارة، حكم القاضي لا يجعل الحرام حلال. واضح؟ وهذا مهم جدا. بعض الناس يقول لك لا والله أنا حكم لي القاضي، يعني أنا ما لي علاقة. لا، هذا كلام غير صحيح. طيب، المناسبة بأن يقول لك يعني أن هذه النميمة كأنها سحر، ويقول لك هذا البيان وهذه الفصاحة كأنها سحر، فلذلك يجب أن تستخدم. يعني البيان أو النميمة ممكن تستخدم في الصلح، وهذا يجوز الإصلاح بين الناس بالكذب، تقول له والله فلان يمدحك ويقول فيك كذا كذا، هذا يجوز. وكذلك قلنا البيان إذا كان لرد الحق وقصدي لإظهار الحق ورد الباطل يجوز. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم حسن الإصلاح والاستماع.